السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا نهار سبيسيال طبيعة الحال لأنه ثاني يوم العيد، عيد سعيد مبارك على الجميع المسلمين والمسلمات داخل المغرب وخارج المغرب. إذا في فيديو اليوم مجموعة من الأسئلة كيسألوني كيفاش نراجعوا التعليم المستوى الابتدائي أو تعليم يعني تخصص مزدوج، يعني بفضل طبيعة الحال خبرتنا المتواضعة سوف نعطيكم واحد تجربة اللي تقدر تخدم بها مزيان. أنه أول حاجة تركز على 4 المحاور اللي هما علوم التربية، الديدكتيك، ثم المعارف، ثم تصحيح ديال الامتحانات السابقة. نبداو سيدي، ما تعطوش أهمية كلهم، أهم حاجة والفيصل والفارق بين مترشحي الأطر النظامية للأكاديمية الجهوية هو الديدكتيك، وهو كيفية تنزيل المادة من المادة العالمة إلى المادة المدرسة. والديدكتيك فهو يعني كيكون متنوع ولكل مادة خصوصياتها، إذا نسميه ديدكتيك خاص بكل مادة. وباختصار هو تلك الجدادة التي سوف تقوم بتخطيطها قصيرة المدى بطبيعة الحال، بداخلها مراحل يجب احترامها، هي التي يؤخذ بعين الاعتبار، يعني كيف سوف تدرس تلك المادة أو تلك الوضعية، سواء كانت وضعية تمهيدية أو وضعية وسيطية أو وضعية تقويمية وضعية ختامية أو إلى ذلك. إذن ركزوا على هذا الجانب زفر، غادي تلقاه وراجعوا كيفاش كندير ديدكتيك ديال كل مادة على حدة. طبيعة الحال مواد ربعين، اللغة العربية، اللغة الفرنسية، النشاط العلمي، ثم الرياضيات. ثاني أكس أو ثاني محور هو المعارف. المعارف حاولوا تركزوا على المستويات الكبرى، الرابع، الخامس، السادس، يعني سهلة، يعني تخدموا على المقررات، تخدموا على فيديوهات الدروس، الشرح إلى آخره. ثالث مجال وهو مجال شاسع لا يمكن حصره وهو علوم التربية، لذلك حاولوا أن تركزوا على فقط المفاهيم الأساسية كنظريات التعلم، كطرائق التدريس، كالمقاربات البيداغوجية، المقاربات التي اعتمدها المغرب في التربية والتكوين، تاريخ الإصلاح الذي مر به المغرب في نظام التربية والتكوين، يعني كيف ايضا التدبير، التقويم، التخطيط، يعني مجموعه من المراحل اللي كيمر منها في طبيعه الحال نظام التربيه تكون في المغرب. المصطلحات اللي هي والمستجدات في علوم التربيه كالمنهج المنقح، كقانون الاطار اللي كتسمعوا به، يعني مجموعه من المصطلحات اللي حاولوا تركزوا عليهم، وما تعطوش يعني كافيه ساعه في المقانه انكم تراجعوا في النهار علوم التربيه. واخر محور اللي هو محور تصحيح الامتحانات، في هذا يعني تقلبوا على تصحيح الامتحانات وحاولوا ما تشوفوش التصحيح حتى تخدموهم نتوما، باش تعطوا واحد التقييم لراسكم واش داكشي اللي خديتو واش ضابطين ولا لا. اذا من خلال هذه المجموعه ديال لي زاكس اللي هضرت عليهم، حاولوا تعطوا واحد البرسنتاج كبير للديدكتيك، حيت هو الفيصل وهو الفارق بين الناس كاملين. اذا كان معكم الاستاذ مراد ايدر، شكرا على المشاهده، الى اللقاء.